أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر لزيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات مع سريلانكا في شتى المجالات. وخلال استقباله رئيس البرلمان السريلانكي، أكد شكري أهمية عقد الجولة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين البلدين وانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية. من جانبه، أكد رئيس البرلمان السريلانكي أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات كافة.